أنا محمد علي، ماشي متحدث عن الدبلومات الفنية 5 سنين. طبعا قصتنا بدأت خالص بعد ما التنسيق ظهر. أحمد فرحات هو مدير مكتب التنسيق، اتصل بينا قال لنا يا جماعة الهندسة عندكم مش هتزيد عن 90%. طب يا دكتور 90% يعني مش هتزيد عن كده؟ قال لا، ده هي ممكن تبقى 89 وكسر. اتفاجئنا، التنسيق طلع يوم الجمعة، يوم الخميس الساعة 1 بالليل. طبعا كان أغلبيتنا نايمين، صحينا الصبح الساعة 6 كده كله اتصل بينا، يا جماعة ده الهندسة من عندكم واخدة 93.36%. طبعا كله اتصدم، إن إحنا طبعا المعاهد الفنية كله فاكر اللي هي سهلة. لا، هي بتوع تمهيد الهندسة آخر سنتين دول بناخد كل الترم 4 مواد من الهندسة. هي هقلونا الهندسة الأول، إحنا كنا ما بنخدش إعدادي، كنا بنخش ثانية على طول. فبدأنا مظاهراتنا يوم السبت، كان حوالي 2000 طالب نازلين يوم السبت، كنا نازلين عندنا مستمرين. اجى قوات الشرطه وقوات الامن المركزي قالوا يا جماعه انتم ما ينفعوش عشان خاطر التجول وشايلينكم ومش عارف ايه، فضينا الحصان وجينا يوم الاحد. يوم الاحد اننا نعمل مظاهرات تمام مش عارف ايه، اتفاجئنا قوات خاصه نزلت لينا، قوات خاصه وبيقولوا ابعدوا على الابواب وحاجات غريبه كده حصلت. ومره واحده لقينا بيضربوا علينا رصاص، اول حاجه اتضربت خالص في الهواء، وبعدين ضرب مطاطي، واخر رصاصه اتضربت اللي هي غاز. اعتقد مننا 14 واحد مش ما عملوش اي جريمه عشان طلبه بيطالب بحقه في الهندسه. اعتقلوهم، مننا زميلنا احمد قاعد ورا اهو كان معتقل، اتبهدل اخر بهدله عشان طلعه. لفينا على مستوى الجمهوريه وعملنا حمله تبرعات، طلعنا ال 14 واحد 42000 جنيه. هم ما عملوش اي ذنب، اتبهدلوا في السجن. طبعا انتوا عارفين المعامله ازاي دلوقتي. طلعنا الدكتور حسام عيسى، انا من الناس اللي اتكلمت معاه، بقول له يا دكتور دلوقتي حضرتك انت قلت طلعت في الحياه، طلعت في الحياه وقلت انا همشي نظام ال5 سنين اللي فاتت. يعني نظام ال5 سنين اللي فاتت يعني تمشي متوسط ال5 سنين، يعني 88.66%. ازاي حضرتك بتقول الكلام وبتعكس كلامه؟ قال لي هو الحد الادنى بتاعك واخد من كام؟ يعني الوزير بتاعنا اصلا مش عارف الحد الادنى كام. فمتفاجئنا احمد فرحات دخل عليا، يا ريس في كارثه في المطريه. فما اتفاجئت احمد فرحات دخل الكارثه، فبقول له في ايه؟ قال له في 255 طالب جايبين 99 من المطريه. طبعا احنا عارفين، انا قابلت الدكتور احمد فرحات في معسكر في حلوان، قدمت شكوى في المطريه، ومش كل المطريه على فكره ان معانا زمايلنا من المطريه برضه، وقدمت شكوى في بنها اللي هم فيهم غش، في قسمين فيهم غش. قابلت احمد فرحات قال انا لازم ننهي الازمه دي عشان انتوا تاخدوا حقكم وكل واحد يروح المكان اللي يستحق. دخل قال غش ومش غش، واحنا دلوقتي رفعنا على المطريه قضيه ومنطرع على الناس اللي دخلت هندسه من المطريه تبقى ندخلها. قلت له انت بتتكلم ازاي يا دكتور احمد؟ الناس دخلت هندسه هتطلعها ازاي؟ بعدين اتكلمنا مع دكتور حسام، قال طيب انتوا دلوقتي عاوزين ايه؟ قلنا له احنا عاوزين حد الادنى بتاعنا ينزل متوسط ال5 سنين اللي فاتت. احنا مش هنفرض عليك حاجه، احنا بنمشي قانوني 5 سنين فاتت، او تمشي نظام ال5 سنين. قال ماشي. طب الكليات فاضيه؟ جبنا ورق من جميع شؤون الطلبه على مستوى الجمهوريه من الهندسات، هندسه سوهاج فيها 180 طالب، يعني احنا معانا ورقه مستندات. ما اقدرش اقول هي فضايح للوزاره، بس الكلام ده فعلا موجود معانا في الورق كله. قابلنا قال طب بقول له طب جامعه القاهره فيها اماكن فاضيه؟ فمتفاجئ كده ازاي؟ يعني انا ما اعرفش. قلت له دلوقتي يا دكتور احنا مش ذنبنا ان انت تقول غش، الغش دوت مسؤوليتك انت مش مسؤوليتنا احنا. فما قال ماشي انا هحل لكم الازمه ومش هحل لكم الازمه، ونزلنا. احنا قلنا خلاص الازمه هتتحل. اتفاجئنا بالليل طلع احمد فرحات، انا بناشد قوات الشرطه تفض اعتصام المعاهد الفنيه. وطلع الدكتور حسام عيسى قال ده شويه طلبه فاشلين. طبعا احنا اتفاجئنا بالاعلام المصري بتاعنا، احنا كلنا اتفاجئنا بامانه بالاعلام بتاعنا، ده اعلام كنا واخدينه يلا مش مشكله، قالوا علينا بلطجيه وقالوا علينا طلبه فاشلين ومش نافعين، واحنا مش عارف تبع اخوان، واللي قال علينا تبع مرسي وطالعين من السجن واخدين فلوس. سمعنا كلام ياما يعني. فمجينا قالوا اتفاجئنا بالدكتور حسام بيقول الموضوع مش في ايدي. طب انت وزير التعليم قال ازاي الموضوع مش في ايدي؟ الموضوع مش في ايدي، روح المجلس الاعلى للجامعات. طلعنا المجلس الاعلى للجامعات، طبعا دخلنا بعجوبه هناك، الامن كان شديد قوي. دخلنا قابلنا دكتور اشرف حاتم امين المجلس، قال لنا انتوا معاكم حق، يعني انتوا عاوزين تزودوا النسبه
قلت له احنا عاوزين اصلا يا دكتور نتاكد من النسبه بتاعتنا اللي هي ال 10%، احنا بنتاخد منها 2% بالظبط. قال طيب انا هتكلم في المجلس وهنشوف موقفكم. يجي يوم الخميس يتكلم في المسجد في المجلس، اللي انا بقول المشكله بتاعتكم اتحلت خلاص. طب اتحلت يعني؟ احنا بنتكلم في 89 حد قالنا. طلع احمد فرحان بيقول احنا هناخد منكم 300 بس. طبعا الطلبه كلها اتفاجئت، طلع كل واحد طبعا شعوره، والموضوع لحد دلوقتي لسه في ازمه يعني لسه ما اتحلش. بس حركتنا الجايه احنا مش هنسيب حقنا خالص. اي واحد اللي جاب 89 مش هيسيب حقه، ان اللي جاب 89 ده تعب، مش جابها كده جات له على الجهاز وقعد في البيت، لا تعب. فتحركاتنا الجايه احنا هنصعب يعني احنا قانونا وعلى الارض يعني قانونا احنا رافعين قواضي، قانونا رافعين قواضي. وفي كان سنه 2010 كان في طلبه برضو التنسيق نزل 89، عملوا مظاهره عشان ينزلوا 1% ل 88 ورفعوا قضيه ونزلت ل 88. احنا دلوقتي بنجيب صوت الحق، وان شاء الله احنا ماشيين في كذا طريق. احنا ما رحنا مزبير، وطبعا طلعوا علينا بلطجيه، في طلبه فينا تعوروا، وانا كنت من واحد العربيه شالته ورجله متعور. فما احنا ماشيين، احنا مش هنستسلم ابدا، كل واحد بيدور على حد. كلنا مع السلامه.